بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الزلف لون وذي غادي سلان وذي غادي سوالين التلفزيون الجزائر المن تفرانين تسلويت تيكلوذا 7 سبتمبر 2024 يذوان ازدين من جل اسلويت غيوان تبوغني غران ممثل عبد العالي مس عبد العالي حسني شريف عبد العالي حسني شريف يدير الشح وكفر حركة مجتمع السلم الثرانين سلويث تقدودا مس عبد العالي حسني شريف إهجد أهيل المند ثرانين أجيع ذكس إصلاح المنظومة الجماعات المحلية ضصقم المنظومة الجماعات المحلية إيج أصقم أجيع يفنى أفسفا تركيزين تركيز تمزوروث مس عبد العالي حسني شريف إنك ذا سنرنية من الصلاحيات أمكارة دونت ثغيوانين أمكارة دونت الولايات أكو ذو سنرنية من تغامسة أكو تسذريمثة خطر المنتخبين المحليين ناليزي لوكو إقلان قرفن أتصار الشعب مس عبد العالي حسني شريف إنك أو نرنو الصلاحيات يوكن أتدو أكني وثا يوكن أتدو تكني وثا فغيوانين يوكن أتدو تكني وثا الولايات فاركيس تسناث مس عبد العالي حسني شريف إني كان السوض أتدونت وذ الحونت فغيوانين ذو الولايات ستللي يوكن أتيلي ثللي ذي فغيوانين أتيلي ثللي ذو كسدو وكسلحو للولايات تغيوانين ذاغن ثاركيس تسلاثاين إيك ذا سنرنين الصلاحيات أسقامو تغيوانت أسقامو الولايات أتيلي أذا الصلاحيات نسقامو يجي المجالس يوكن كن يقام دين مثل إيك إمن سين إفي تمشاورن يقالن أذ يفنين يوكن ليزي المنتخبين أسعون الرينسن يوكن أسعون أول سن ذي المجالس وكنا سعونا ونسن ذي الولاية نسن وكنا سعونا ونسن ذي ثغيواني نسن وكنا السدون أكني وثا في غيواني نسن في الثلاثة تاركيس في الصرفة ذي المير نغل المنتخبين نس ولا قال ذي لي الضغط في اللسن إلا قد سعون أذدون ذي العناية ويتيلي يرى الحرص في اللسن من كل جهة وكن المنتخبين نغ المير نغ رئيس المجلس الولائي المنتخب بينكم عامة إلى قد أذيلين أذيلين ديل هنا وأذيلين ديل سر يوكنا دفكنا كوين مزمرن يوكنا دفكنا كثم سنين سن وتسخدمن الفيذا بكذوذ يوكنا تسخدمن المواطنين يقرفن أرغور سنطاس فاركيس ديس خمسة ذا نغمو تذمسا ذا نغمو تذمسا ذي ثغيوانين ذي الولايات إلى قنزر باللي الولايات نغ في غيوانين سانت القدرات سانت لي بوتونسياليتي دانفيستيسمون الاستثمار يوكن وتسكان تركنا في ذريمت الدولة إلى قد نيثتي أراد يخلقن إلى قد نيثتي أراد يوين تذريمت إلى قد سونت الآليات إلى قد سونت لي مويان يسير مس عبد العالي شريف إلى أديه كي غادي خمسة ولاث يسير الولايات يسير في غيوانين أذ سنكموت ثذا مسان سنت وأذ سنكموت ثذري مثل سنت إلاق ثذري مثل قلان دي الولاية ثذري مثل قلان دي البلدية إلاق أتسنرنيغ إلاق أتسنرنيغ إلاق ما تشي كان دوك صرف إلاق ما أتسنرنيغ أتخمل الانفستيسمو يس أتخمل الاستثمارات يس هذه يلي القانون أريس دون أو كثيرا في مسالقين أرثقرة ما تشارثقرة أدني نيغ فاركيس طايت السبا ثفزرث ثفزرت من الجزائر ثفزرت من تمرث من الجزائر الى قد سفرق سلاعذر مس عبد العالي حسن شريف اني كنكون ثفزرت اتسفرق سلاعذر اما في الولايات اما في البلديات اما في بلديه ثيلاند دي الشمال اما في بلديه ثيلاند دي ثرماس تمرث اما في البلديه ثيلاند دي الصحراء دي طرف تمرث الى قفذري مثاقينا قد سفرق سلاعذر الى قم كل الجزائري اذي حاس باللي يتكا غارث مرثاقيا إلا كل الجزائريين أذي حاس أذي أثياوض أموريس
نتمور ثنا الجزائر مس عبد العالي حسن شريف انيك نكونين فرق ثذري ثذري مثقي سلاذر انيك نكونين فرق ثذري مثقي اكني وثا يوكن الجزائرين اذياش ديال العز الحرمه الى قيت مثلا ارثقرا الى قصن 7 سبتمبر الى من تفراني ناقي نسلوي تيكلوثا الى قن نحس القوه نحس القوه يوكن دفقين الصوتنا يوكن نختار نكونين سي جزائريين الى قن نختار وين راهي مثلا وين راهي يسدون الجزائر وين راهي يسكمون الجزائر وين راهي يسكمون تا ذمسا الجزائر خاطر تا ذمسا الى قال نزر بلي تا ذمسا نتاثيث الصح الى قال نزر بلي تا ذمسا اسي حاس المواطن ديريكت هذه حاس الشونجمون هذه حاس التغيير ماس عبد العاني حسن شريف يفكي غزالم قران يث ذمسا ارثقرا او نينيا تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الابرار أكن سنو مثياز تامور ثنا ونسعي تامور النظام نحمليكم سقولة الجزائر عزيزان نفغط نورض أتفض تيمورا مدن السلام عليكم. أيثما أيثما السلام رب العالمين ذم قران في اللون أيثما يستمع أسا يسمينه دكتور موسى بودهان وسيغد باشا أذمثل المرشح النغ المرشح الجزائر المرشح نيوذان أيثما ألداني اللان وكل باشا أنو ثلاي في البرنامج اللان يقيثيث ذي الصالح الشعب الجزائري ذي الصالح الدولة الجزائرية سلكلنس خاصة الفئات الاجتماعية البرنامج ديس 10 المحاور ذي مقران في الحقيقة أنت نجمش أنه ثلاثة في كل المحاور إلا عشرة أمكننا وخاصة أن أدغن نسن بلي ديسن أكثر من 18 ثيوريقين غنركز في الجبهة الاجتماعية غنركز في المواطن إلا نقيث المرشح سي عبد المجيد تبون يقيثيد ذا المحور أمزوارو ويركز فيه في الناس خاصة ذي الجوانب الاجتماعية ذي الجوانب الاقتصادية ذي الجوانب الثقافية ذي الجوانب ذي كل الجوانب الحقيقة ونشين أدغن أن نركز فخاصة من تحسين القدرة الشرائية يعني أن نحسن أن ننزع يعني نروح المطالب الشعب النغ ذي الجوانب الجانب الصحة الجانب السكن ذي الجانب العلاجات ذي الجانب ان التكوين دي كل جوانب دي الجانب الامني دي الجانب الاقتصادي والاجتماعي امكن نايليني في الحقيقه اللي يوداني ملا سن وغرس الخبر ونسنوا كل باللي ارغزايا يعني لن يترش حد سيس من الشعب سيس من الشباب سيس من كل فئه سيس من يودان في الحقيقه دعمني ثقتعيث الاحزاب اكثر من 19 بالك الحزب دعم المجتمع المدني الشباب النساء كل الفئات دعمني الخبراء النخب نجيني مراء الزمان ني ان بديس خطر نجاح الجزائر يلزم ان تغطاشا متى حقق ذي المجازات لكل الميادين يلزم ان نثمن الميادين ويلزم ان نبديس خاصة اسن 7 سبتمبر دي قورن باش هذي نجح والنجاح نسى مكين نيغ ودعوذ نجاح الجزائر الشيء يلزم ان اكد في اللاس اي ثماثن اي سماثن الدني ثلام اكنوني مرة جرب مرقزيات جرب الصدق جرب الغالي وعد يتنفاذ 54 التزامة ذي لانكين تقريب وكل يطبقين ذي أرض الواقع الحمد لله مرة الغانيني غادي يتكفل تحسين الرواتب مرة غادي يستطلع الأجور والرواتب الموظفين والعمال غادي يستطلع حتى 100% الغالي تيلي النهاية العهدة دي قور إن شاء الله بإذن الله الغالي تغاتياوي باش هذه يطلع ذي الرواتب الجور باش هذه يحسن المعيشه المواطنين باش هذه الاحوال نيوذان وكل لاباس وخاصه طبعا الفئات الاجتماعيه المحرومه يا الدعم الاجتماعي باش هذه يروح الدعم يا المستحقين يوذان الا استهل المعاونه الدولث معاونه المؤسسات الدولث ونشيني مرا ثامران ثامور ثنغ ولله الحمد استرجعت المصداقين استرجعت العافيه ثنس وهتيني مرا جار الامم جار الدول جار الشعوب
سوى والنس الاحترامي مرس عثيف أدني اللان ثمور ذا ثمور وكل تحترم من ثمور ذا نغا خطر تبدأ إذن القضايا العادلة أدني اللان خطر غرس أوال غرس الموقف تاريخي شهم سيديما يعني سقوصنات غلواسة غلواتشا دائما المواقف ثابتة المواقف الشهمة إذن القضايا العادلة وخاصة القضية فلسطين إثماثاً القضية فلسطين ذرني كأنرني نذكر إثماثاً كذلك الصحراء الغربية ونشين دائماً إذن الشعوب باش تحرن باش هذول الاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وما يني ثامر ثنغ دائماً إن شاء الله العلالي ثامر ثنغ دائماً تحترمني الدول تحترمني الدول تحترم الشعوب ونشيني مرا في الحقيقة الدغن بدي إذا المرشح النغ سي عبد المجيد تبون هانشين بدي الجزائر نشين هانشين نتعدى في شران المراحل نتعدى في شران التحديات تيمقرانين الشيء يلزم وتشحد تحديات الجوار النغ ذي ليبيا ذي المالي ذي النيجر ذي الجار النغ جار السوء الغربي أم كيس قرن الكيان المخزني ظريمة تغني ديقا ذي الحدود النغ يويد أذين يغرسي هندين يقسن القواعد العسكرية يتمعاون نسن باش يستقوى في الجيرانس ولكن ثاني غيرتي تو ثاني غيرتي عدا خطر نشين غير الجيش النغ القوي الجيش النغ يسانديث الشعب النغ الأبي وغرنغ اللحم ذنغ غرنغ الحال ذنغ الداخل ثقوة وثقوة سير قازن سير الخلاف سير دراري سير مقران سير مزن ولله الحمد والشكر إميرا نشين الأمن غنشين نثنى عميس الروح غل انتخابات ديقورن الروح ونشين لباس اللانغ نشين في أمن استقرار الجيش الوطني الشعبي النادم اللي هذا ضمن الأمن ولله الحمد إمراء نعول فلاون نعول فربي أي ثماثن ثماثن باش نروح على الانتخابات هيا ونستنجح ونروح للجزائر المنتصرة أكن نشكر أي ثماثن ثماثن غادي اللام بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الزلف اللون معكم إخلف إسلام ممثل عن حزب جبهة القوى الاشتراكية بصفتي ممثل عن مترشح الأفافاس يوسف أوشيش للانتخابات الرئاسية المسبقة المزمن إجرائها في 7 سبتمبر. أفافاس حزب ما يعرفوش كثير من الشباب بسبب غيابه عن الساحة السياسية لمقاطعة الانتخابات الرئاسية منذ 25 سنة آخرها 1999 عندما انسحب حسين أيت أحمد رحم الله عليه والكل يعلم سبب انسحابنا ووصلنا مقاطعة الانتخابات كنا رافدين للعهدة الخامسة. يوسف أوشيش مناضل وأخ وصديق وشاب وأكد شاب أصغر مترشح في تاريخ الجزائر للرئاسيات. نحن نطبق سياسة التشبيب وتسليم المشعل بعد تم تزكيته كسكرتير أول في الحزب تم ترشيحه للرئاسيات وتنفيذ برنامجنا الذي قمنا بإعداده من طرف دكاترة وخبراء على كافة التراب الوطني حتى في الخارج. رؤية مشروعنا يسمى برؤية. رؤية يطرح حلول لكل المشاكل التي تواجهها الجزائر في كل الميادين اقتصادية، سياسية، اجتماعية، صحية، رياضية وحلول تطرح حلول قابلة للتطبيق وواقعية. ومن أبرز التحديات التي تواجهها الجزائر كمعظم الدول العالم هي تحديات بيئية التلوث البيئي الذي نراه كل يوم وفي كل الميادين في البحار في الجبال في الطرق السريعة. مشروعنا يقدم حلول على مستوى البيئة التي تكافح التلوث البيئي ومن أبرز الاقتراحات التي نقترحها في 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 برنامجنا هو منح إعفاء ضريبي للمصانع التي تقوم بالتدوير وتأسيس شرطة بيئية التي تقوم بالرعد والمراقبة التلوث الذي يكون في المجتمع، تشجيع الزراعة المستدامة مثل الزراعة الغابية والتقليص استهلاك المياه في الزراعة عن طريق وضع آليات وتوفير تكنولوجيا لكل الفلاحين للاقتصاد في الماء.
وضع إنارات عمومية باستعمال الطاقة الشمسية والنقص التبذير في الكهرباء وتقليل من التبعية للبترول، إطلاق قروض استهلاكية بدون فائدة، وأؤكد بدون فائدة لكل المواطنين للاستعمال الإنارة الشمسية فوق منازلهم والطاقة الشمسية بصفة عامة، منح إعفاء ضريبي للمصانع التي تقوم بالتدوير، نقصوا لهم إعفاء ضريبي على المصانع التي تقوم بالرسكلة والإعفاء خاصة بالنسبة للقارورات البلاستيكية، ووقف الأكياس البلاستيكية سينقل كما الدول المتقدمة عن طريق الكارتون أو عن طريق الدفع كيس الدفع لكي نقصوا من استهلاك الأكياس البلاستيكية التي تغزو كل البحار والتي تظل حتى 20 سنة لذوبانها وافتقارها، وضع معيار وشهادة للمنتجات المستدامة لتشجيع البيئة، يعني منتوج يستعمل طريقة صديقة للبيئة نقوم بوضع شارة على المنتوج لتشجيعه والزبائن يتوجهون إليه لأنه يحافظ على البيئة والبيئة تحافظ على الأجيال القادمة أحفادنا وأولادنا. وفي الأخير أطلب من إخواني وأخواتي بدعم يوسف أوشيش وتحيا الجزائر واحدة موحدة. شكراً.